شكرا لمعلقنا المتميز الكابتن محمد عفيفي. على طريقه القضيه ممكن لاعبو الاهلي مواليد 2006 يفوزون على انبي 2-1. افتتح للنادي الاهلي في عمر الشوط الاول عمر سيد معوض في الدقيقه 42 بهدف اكثر من رائع، ثم اضاف اللاعب علي عمر سيد معوض في الدقيقه 42 في الشوط الاول على طريقه النجوم الكبار. في الدقيقة 81 يضيف علي إيهاب الهدف الأول لإنبي بهدف خطأ تقديري من حارس المرمى فتحي مصطفى. وعلى طريقة القضية ممكن اللاعب محمد أحمد سعد يضيف الهدف الثاني وهدف الفوز للنادي الأهلي هدف أكثر من رائع. بنبارك لفريق 2006 الفوز الكبير على إنبي. إنبي أيضا فريق محترم، لكن نروح لزميلنا فاروق صلاح من أرض الملعب. اتفضل يا فاروق. لسه فاروق مش جاهز معانا. بجد التحية بضيوف الكرام الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن محمد حشيش. كابتن شريف، مباراة مثيرة وغريبة. قمة الإثارة. مبروك 2006، مبروك نادي الأهلي، هارد لك فريق إنبي. مع إن فريق إنبي واخد يعني بتفرج على اللعيبة بتاعته كده كابتن أسامة، حاسس إن هم يعني كبار شويه اجساما وما اعرفش، انا بسال عليها كابتن حشيش دي بقى اللعيبه. حاسس ان في لعيب نمره 9 ده، حاسس انه يعني المسابقه دي صغيره عليه اعتقد يعني. ففي لعيبه ما شاء الله في فريق انبي اجساما وموضوعا يعني غير السن اللي انا بتفرج عليه ده. ففرقه انبي فرقه قويه جدا وفرقه كويسه قوي. هارد لك. حاولوا عن تصويبات نمره 9 ده في اول شوط وثاني شوط، مناورات كتير قوي، ولكن الدفاع عن النادي الاهلي الحقيقه انا مبهور الحقيقه. يعني لعيبه واقفه على حيلها، حسام عادل واحمد عبدين وعبد الله طاهر وامير علاء، اللعيبه دي مداني ثقه كده ما يخشش جون غير بنفس الشكل ده. كابتن شريف وحضرتك بتتكلم ولسه هثير القضيه. دي ده رقم 9 لاعب انبي مواليد 2006، واحنا بنتكلم يا كابتن حشيش ما شاء الله اكبر على لعيب اجنبي يعني 2006 يعني بنتكلم في ولد عمره 15 سنه. هل ده 15 سنه؟ ما اعرفش والله. بص عايز اقول لك حاجه، يعني يعني نادي انبي بالتحديد الفتره الاخيره في وجود محمد سمين كرئيس قطاع، يعني انا بثق فيه، وفي نفس الوقت برضو سامي ندى المدير الفني معروف عنه ان هو يعني ملوش في موضوع التزوير ده. ودلوقتي احنا عاملين كنترول جامد في موضوع القيد، يعني بنطلب اوراق كتيره جدا جدا يعني عشان تثبت موضوع. احنا ما بنتكلمش على احنا هو ما يمكن ما لا بس انا بالشكل العام احنا بنتكلم على الشكل. على الشكل ده شايف الاجسام كبير واجسام لعيب انبي برضو واجسام لعيب اهلي. لا اكيد طبعا هنتكلم في القضيه دي. طبعا مش هنضيع فرحه الفوز النهارده، نروح لارض الملعب زميلنا فاروق صلاح. اتفضل يا فاروق. كل التحيه ليك يا كابتن اسامه، بجد التحيه بيك وبضيوفك الكرام كابتننا الكبير الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن محمد حشيش، وبكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. مليون مبروك لفريق النادي الاهلي مواليد 2006 فوزه على فريق الانبي بهدفين مقابل هدف يعني في الدقيقه 90. وزي ما بنقول روح الدقيقه 90 بتتوارثها اجيال النادي الاهلي. انا بينضم لي في هذه الاثناء واحد من ابناء ويعني الاساطير النادي الاهلي واساطير القاره السمراء، كابتن سيد معوض نجم النادي الاهلي والد عمر سيد معوض. كابتن سيد برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، تحياتي الكابتن اسامه حسني، كابتن شريف عبد المنعم، الكابتن محمد حشيش. مباراه كبيره وعمر النهارده، انا بتكلم بقى عمر بالتحديد، لعب مباراه كبيره وجاب هدف. قول لي شفت المباراه ازاي وشفت الهدف؟ يعني طبعا بسلم على كل اللي موجودين وبالتوفيق دايما، وحاجه كويسه برضه فاروق ان قناه النادي بدات تذيع ماتشات الولاد الصغيرين، بتعرف الناس بيهم وبتعرف الجمهور بيهم بشكل كويس، ان انت ما بتشوفش لقطات بس، ده انت بتشوف مباريات كامله فتقدر تقيم اللعيبه دي تقييم كويس. لا يعني ماتش كويس فريق النادي الاهلي النهارده، بيحافظوا على المكسب حتى بعد الطرد، واقفين على رجليهم واقفين بشكل كويس، فاعتقد ان هو مكسب كويس. فريق انبي من الفرق كويسه جدا، يعني الاعمار السنيه كلها في فريق انبي او في نادي انبي كلها عندهم امكانيات كبيره جدا، وفيهم لعيبه على المستوى الدولي كتير جدا على مستوى الناشئين. فاعتقد مكسب الاهلي النهارده مكسب كويس، ان انت ثلاث ماتشات بتكسب فدي حاجه كويسه طبعا. كابتن شريف عبد المنعم اتكلم على الهدف بالتحديد وقال لك الاستلامه
بتاعت مع عمر، وواضح ان هو بيتفرج وعنده الامكانيات ان هو ينفذ. فاتكلم ان استلامته للهدف اعتقد كانت استلامه اكثر من رائعه، وقال ان عمر بيتفرج كتير على النجوم الكبار. اكيد يعني هي شهادتي مجروحه في عمر، يعني انا كلامي حتى هيبقى قليل جدا يعني. يا فاروق الحمد لله بتحمد ربنا لما يعمل حاجه كويسه، فالواحد بيحمد ربنا عليه. قول له فاروق بلاش تديله تعب، يستمر على نفس المستوى بس ان شاء الله. كابتن اسامه حسني بيقول لك والنبي يا كابتن سيد بلاش تديله تعليمات، وياخد تعليمات من الكابتن رمضان السيد. خلي بالك اسامه اكتر واحد عارف ان انا بدي تعليمات كتير جدا، انت فاهم؟ لا يعني اسامه من الناس اللي لعبت معايا وعارف الامكانيات بشكل كويس. يعني انا بقول لك كل واحد بيتمنى ان ابنه يبقى احسن منه 100 مره مش مره او اتنين، فان شاء الله يعني ربنا يكتب له الخير وتكون بدايه ان شاء الله. وبقى معانا دلوقتي على الهواء يا كابتن اسامه عمر سيد معوض نجم النادي الاهلي وصاحب الهدف، عايزك تقول له دلوقتي اول كلمه وانت دي اول مقابله ليك معاه بعد المباراه، تقول له ايه الاول على الهدف؟ لا هي النقطه بس خلي بالك يا كابتن سيد، اقول لك على حاجه، انا في حياتي انا عمري ما بعمل كده يعني، انت فاهم؟ انا عملت بس عشان خاطرك وخاطر اسامه والناس اللي موجوده وقناه النادي يعني. ما لا اول حاجه يعني طبيعي جدا اقول له مبروك وجون حلو، يعني في حاجات بتحب تتفرج عليها يعني، في حاجات بتفضل معاك في الكوره، فدي ده من الاجوان الحلوه واول مباراه مذاعه للفرقه، فدي بتبين صورته قدام الناس، بتبين صورته قدام الجمهور، او بمعنى اصح بتقدمه بشكل كويس. فالحمد لله وربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله. اشكرك يا كابتن سيد، واخد بقى عمر بقى، واعتقد الهدف دي ليه هديه عندك يا كابتن سيد. باذن الله. عمر سيد معوض واحد من نجوم النادي الاهلي يا كابتن اسامه، في البدايه عايزين نطمن عليك، الكابتن شريف عبد المنعم عايز يطمن عليك وعلى الاصابه، طمني على الاصابه بتاعتك يا عمر. لا لا والله يعني الحمد لله، بس جالي كرامب في السمنتين علشان عملت سبرنتات كتير، بس الحمد لله والله ما طلعت تلكت وعملت كل حاجه تمام. كابتن شريف عبد المنعم اتكلم على الهدف وقال الاستلامه، واتكلم على ان انت بتتفرج على نجوم كتير، وانت طبعا انت قايل ان كابتن شريف بيقول لي بتتفرج على كريستيانو، وانا عارف انت بتحب ميسي. يعني انا الحركه دي اصلا انا ما توقعتش ان انا اعجبها، ان انا استلمتها وانا كنت هسندها لهشام، بس يعني يا بقى سبحان الله يعني جت كده توفيق من عند ربنا سبحان الله. مسألك الاعلى، انت قلت لي الاول يعني كان الكابتن سيد معوض وبعد كده بقى ميسي، احكي لي بقى القصه دي. لا يعني مثلا الاعلى كان بابا عشان كنت بلعب مكانه، كنت بحب قوي اتفرج عليه وكنت بحب اعمل حاجات زيه، دلوقتي بقى طلعت قدام فانا يعني شايف بقى ان ميسي هو اللي بيلعب قدام، عايز اقلده عايز اعمل حاجه زيه. بس عايز تقول ايه بقى للكابتن شريف عبد المنعم، الكابتن محمد حشيش، الكابتن اسامه حسني النهارده وانت شايف قناه الاهلي بتزعلكوا المباراه، واعتقد دي لاول مره؟ لا يعني دي اول مره يتزعلنا مباراه، وانا الحمد لله ربنا وفقني يعني ظهرت بشكل كويس قدام الناس، والحمد لله وانا بشكر طبعا كابتن اسامه وكابتن محمد حشيش وكابتن شريف عبد المنعم. قول له يا فاروق دي البدايه، فكروا بمنتخب القاهره يا فاروق. بيقول لك الكابتن اسامه دي البدايه، وكابتن محمد حشيش بيقول لك البدايه، وكابتن شريف بيقول لك احنا مستنيينكم ان شاء الله كمجموعه لاعبين من الفريق ده تكونوا موجودين مع الفريق الاول باذن الله. ان شاء الله باذن الله، اللعيبه كلها مميزين عندنا ان شاء الله باذن الله. مسألك الاعلى هيبقى هيفضل الكابتن سيد؟ طبعا. كابتن اسامه انا ايضا بينضم لي في هذه الاثناء الكابتن محمد وابه المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2006. كابتن محمد تحيات الكابتن اسامه حسني، الكابتن شريف عبد المنعم، الكابتن محمد حشيش. اعتقد امر مهم جدا ان في السن دوت والمرحله السنيه دي ان اللعيبه تشوف نفسها تتحط تحت ضغوط انها تلعب على مباريات مذاعه على قناه النادي الاهلي، شايف المبادره دي من خلال قناه النادي الاهلي ازاي؟ الاول اسلم على الكابتن شريف وكابتن اسامه وكابتن حشيش، وان شاء الله دايما موفقين، وان شاء الله تبقى بادره ايجابيه ان الولاد دول تزعلهم ماتشات، لان حكايه ان الولاد يزعلهم ماتشات في السن ده دي تعود على الضغوط من بدري، انا شايفها منطقه ايجابيه جدا، والنادي الاهلي سباق ليها وتحسب ليه يعني. اتمنى ان شاء الله ان هي تكون باستمرار، لان الولاد لما بداوا يتعلموا تحت ضغط وبداوا يتحط لهم ماتشات مذاعه ويتحط لهم نقد وبناء طبعا، والضغوط دي تبقى تمرين للاجواء اللي ممكن يعيشوا فيها بعدين ان شاء الله. انطباعك بقى عن الفرقتين، انا عارف ان المهمه صعبه جدا، واصعب مرحله في مرحله المنتخبات هي مرحله الانتقاء يا كابتن محمد. هو الحمد لله احنا دلوقتي بدانا ان احنا نعمل سيرش على اللعيبه من جديد تاني تكمله اللي عمله الكابتن مؤمن، والحمد لله عندنا قوام مجموعه مختاره من قبل كده بنبدا نكمل عليهم تاني سواء جوه مصر او بره مصر، وبنحاول نتواصل مع المدربين في مستوى
المراحل السنيه في السن ده، عشان بالتاكيد هتلاقي عناصر في اماكن تانية كويسه. لكن الجميل في الموضوع ان مثلا مباراه النهارده تحس ان الفرقتين بيلعبوا عندهم 3 4 عناصر عندهم حاجه مختلفه. وده اللي احنا بنفكر فيه. نظر الكابتن وهبه النهارده يعني الناس اللي قطعت حضرتك دي النقطه اللي اتكلم عليها كباتننا في الاستوديو الكابتن شريف والكابتن محمد حشيش، وبرضه هاخد من خلال حضرتك اكتر اللعبة اللي لفتت نظرك سواء في الاهلي او في انبي. انا عشان كده قلت لك من الاول انا سعيد ليه ان مثلا واحد بقيمه الكابتن شريف والكابتن حشيش والكابتن اسامه بيقعدوا يحللوا للسن ده، دي حاجه ايجابيه جدا، لان السن ده تحليل ما هوش عشان يكسب ويخسر، لا هم عايزين يشوفوا مين اللي بيلمع، مين اللي عنده حاجة مختلفة هيضيف. لأن الأندية يعني سواء الأهلي أو إنبي أو الأندية الكبيرة مش عايزة أجيال تطلع شبه بعض، فبيحاول إن هو يدور على نوعية لعيبة لما تطلع فوق يبقى هي إضافة للفريق. للنادي الأهلي مثلا مستوى الفرق اللي عنده تملي بيدور على سوبر ستارز، كذلك إنبي الفرقتين النهاردة عاملين جيم كويس، لكن الأهم من الجيم وأهم من النتيجة الكم عنصر الموجودين في فرقتين. حاجه يا فاروق لو سمحت يا فاروق طبعا يعني لكن ما شاء الله يعني في ناس انا كنت سعيد وانا بتفرج عليهم ابرز الاسماء فاروق لو سمحت ان عندهم فكره الكابتن محمد وهبه في النهارده في اول مباراه عنده بوتنشال اللي جاي ان شاء الله ان شاء الله، بس القصه كلها مش عايزين نفخم في الولاد دول لان لسه بدري عليهم وبيداوا يحطوا رجلهم على الطريق، الطموح اكتر من كده بكتير خصوصا وانت عايز تاخد الولاد لمنطقه ثانيه، فاتمنى ان احنا ان شاء الله يكونوا بس تحت عينينا ونبدا نشتغل عليهم سواء جوه النادي او في المنتخب عشان نوصل ان شاء الله لجيل مميز باذن الله. كابتن اسامه حسني حريص ان ياخد منك ابرز الاسماء، عايز ياخد ابرز الاسماء اللي شفتها في النادي الاهلي. أو اسامه عارف انه نجم كبير وعارف، وطبعا هو الكابتن حشيش والكابتن شريف ما ينفعش ان انا اقول اسامي خالص، الاسامي هتعلن في المعسكر، وحتى المعسكر هيبقى فيه على طول متجدد، لان احنا عاملين حساب ان كل فتره او كل تجمع لينا باذن الله هيكون في فرص للناس كلها، لكن ما اقدرش اقول اسامي دلوقتي، لكن فعلا فعلا ما شاء الله فيهم كم عنصر حاجه مبشره. كابتن شريف عبد المنعم قال له انا غششك الاسماء. خلاص انا اللي اقول عليك كابتن شريف انا مش موافق عليه. سلام ليهم وان شاء الله موفقين. قول له بالتوفيق ان شاء الله كابتن. شكرا. كابتن محمد وهبه من الناس المحترمه فعلا. كابتن اسامه مستمرين معاك، انا بينضم لي في هذه الاثناء واحد من ابناء النادي الاهلي الكابتن سامر عبد الرحمن، مدرب ليه طعم مختلف ليه اسلوبه. الكابتن محمد حشيش افاض واستفاض وقال سامر بكورته بالترحيل والتحضير اللي بيعمله كابتن شريف عبد المنعم ايضا، ومهم جدا ان انا يكون عندي يعني اما اتاخر والفريق يتعادل ارجع ان انا العب لاخر دقيقه. اعتقد ايجابيات كتير النهارده من المباراه كابتن سامر. اول طبعا بشكر كابتن شريف وكابتن اسامه وكابتن حشيش في الاستوديو، وطبعا حاجه كويسه جدا ان احنا تذيع مباراه لفريق 2006. كنت قلقان الاول طبعا من الموضوع لان الولاد اتشدوا اول ما عرفوا ان المباراه مذاعه، اول مباراه تذاع ليهم، فده كان سبب قلق جامد ليا. فمن امبارح وانا بتكلم معاهم في موضوع اذاعه المباراه ان نلعب لعبنا العادي وشغلنا العادي ما حدش يتوتر. طبعا انت بتبقى كمدرب حاجه يعني بتفرح باللعيبه ان بينفذوا تكتيك بيبقى صعب عليهم شويه، احنا اشتغلنا كتير عقبال ما وصلنا للشكل ده، فطبعا حاجه بتبقى بتسعدك كمدرب ان انت بتقدر توصل للسن الصغير كمان بالذات انك تقدر ينفذوا تكتيك صعب زي ده. فطبعا يعني اللعيبه مبشره جدا جدا للنادي الاهلي ان شاء الله تقدر تطلع مجموعه من الفريق ده يمثلوا النادي الاهلي في اقرب فرصه باذن الله في الفريق الاول ان شاء الله. كابتن شريف وكابتن محمد حشيش اتكلموا في الاستوديو التحليلي ان اللعبه كانت مخضوضه في اول ربع ساعه من نزاعه المباراه، اتعاملت مع الامر ده ازاي في الملعب لان خلاص اللعبه رجعت لها الثقه، اتعاملت ازاي في النقطه دي مع اللاعبين في الملعب؟ مش من عادتي ان انا بقف من بره اتكلم كتير من على الخط، لكن في السن ده لما بمسك السن ده انا طبعا يعني تاني تجربه ليا مع السن ده في النادي الاهلي، قبل كده من 4 سنين مسكت ال 2002 كانوا نفس السن، السن ده لازم تبقى متابع معاهم على الخط على طول وتوجيهاتك مستمره، وطبعا مع الوقت بتبدا تقلل من موضوع الكلام اللي من بره لما بتلاقي الاولاد بينفذوا التكتيك بسرعه عاليه جدا جدا جدا. طبعا ده عهد لعيبه النادي الاهلي انه بيتربوا من صغرهم مدربين قبليك بيسبقوك وبيعلموهم وبيشتغلوا معاهم، فطبعا انت لما بتوصل للسن ده بتبقى ان شاء الله بتلاقي يعني عناصر كواليتي العناصر تقدر تشتغل معاهم بصوره كويسه. الكابتن محمد حشيش حابب يوجه لك سؤال، معاك يا كابتن محمد لو هتوجه سؤال للكابتن سامر عبد الرحمن. طبعا طريقتك باينه وشخصيتك باينه على الفريق من استحواذ ولعب كره جميله، بس في مشكلة النهاردة بانت تضييع الأهداف، عايزين نشوف لها حل.
كابتن محمد حشيش اتكلم في نقطة مهمة، اتكلم طريقتك واسلوبك والاستحواذ انت بتعمله مع اي فريق، لكن النهارده تضييع الاهداف، هتتعامل مع النقطة دي ازاي؟ لان من النقاط المهمة جدا نتكلم عليها كابتن محمد حشيش وكابتن شريف عبد المنعم. وطبعا من حظي وجود قامات كبيرة في الاستوديو، طبعا بالاخص الكابتن حشيش بصفة لان هو متابعني من كان يوسف معايا في فريق 2002، فمتابع ان دي طريقتي في اللعب والتكتيك من زمان يعني. فطبعا انا عايز اقول ان اصعب فترات المباراه مرت علينا بعد الهدف والطرد، اضطريت نزلت مهاجم وضحيت شويه بلعيبه وسط الملعب، فكانت فيها طبعا ريسك عالي ان انا طبعا عايز اخد الثلاث نقط، فعملت تغيير ان انا طلعت لعيب من وسط الملعب ونزلت شاب اللي جاب الهدف في اخر خمس دقائق مكان يوسف المهاجم اللي اضطرد، كان فيها ريسك عالي جدا. لكن طبعا انت طول ما انت متواجد في النادي الاهلي انت طبعا بتلعب على المكسب على طول، الفريق اللي بيبقى عايز ياخد البطوله بتلعب على المكسب، طبعا بخلاف البطوله انت بتحاول تطلع لعيبه عقليه تقدر يعني تمثل الفريق الاول في النادي الاهلي، فتمشي في خطين، بتحاول تمشي في خطين ان انت بتطلع لعيبه مميزه وفي نفس الوقت يعني ان انت في النادي الاهلي فطبعا لازم تكون بتتنافس على البطوله وبتاخدها، فالحمد لله ان انت بتقدر تشتغل في الخطين. طبعا بالنسبه لاضاعه الاهداف السن ده طبعا انا بشتغل معاهم تخصص كتير جدا جدا جدا، بالذات اللعيب عمار اللي بيلعب ناحيه الشمال اللي بيضيع اهداف كتير، وطبعا انت في السن ده محتاج ان انت تدي له تخصص كتير جدا جدا جدا، فبنقدر ان احنا يعني تقريبا انا مرتين في الاسبوع بشتغل معاهم على المرمى، ان شاء الله مع الوقت طبعا هيكتسبوا خبرات ويقدروا يتعاملوا مع الحاجات اللي وجها لوجه مع الحارس دي بصوره احسن من كده. شكرك يا كابتن سامر وبالتوفيق في المباراه القادمه باذن الله. شكرا جدا يا فاروق، متشكر جدا يا حبيبي. كابتن اسامه مستمرين معاك، انا بينضم لي في هذه الاثناء واحد من نجوم المباراه قلب الاسد احمد محمد عبدين، واحد من الخامات اللي حضرتك وكابتننا استفاضوا في الكلام عنه. احمد مهمه ثقيله ومهمه كبيره، ان الاشاده جايه من كباتن كبار، الكابتن شريف عبد المنعم اتكلم عليك، كابتن محمد حشيش وقال ووصفوك بواحد من النجوم ونجوم الاهلي الكبار، كابتن ماهر همام. قول لي البدايه، شفت المباراه ازاي النهارده؟ اللقاء بالنسبه لك ان المباراه مذاعه على قناه النادي الاهلي؟ لا طبعا، هو المباراه كانت صعبه جدا، واحنا الحمد لله اللعيبه كانت رجاله، واول ربع ساعه كان في توتر شويه من اللعيبه، بس يعني الحمد لله رجعنا كويس، وكابتن سامر فضل يدينا تعليمات من بره هو وكابتن احمد، والحمد لله رجعنا كويس وفضلنا يعني نضيع كور كتير، ودي كانت مشكله عندنا كبيره، بس الحمد لله الدفاع كان كويس قوي، ويعني كويس الحمد لله كسبنا 2-1. كابتن شريف عبد المنعم اتكلم على الشخصيه بتاعتك وعلى الهدوء اللي عندك، طالب منك انك تحافظ على الهدوء لانك انت قريب ان شاء الله تكون موجود مع يعني مع اللعيبه اللي بتطلع لقطاع الناشئين في النادي الاهلي، لانك اتكلم على الشخصيه اللي عندك وهدوءك في الملعب. لا هو انا طبعا يعني انا عندي هدوء من وانا صغير، والحمد لله انا محافظ عليها لحد دلوقتي، وان شاء الله هفضل محافظ عليها، عشان بحس انها حاجه مهمه جدا في الملعب، بيبقى الملعب كله متوتر وانا هادي والباص يطلع كويس وكده، بس الحمد لله الهدوء ده ان شاء الله هيفضل عندي يعني. احمد شفناك في اكتر من كوره في النادي الاهلي بتطلع في كمل في الركلات الثابته والركلات الركنيه، وانت عندك ايجاد الضربات الراس، قول لي هل دي بتبقى تعليمات من الجهاز الفني ولا انت بتبقى عندك دي الميزه موجوده عندك؟ هو طبعا تعليمات من الجهاز الفني وميزه برضو عندي، يعني الحمد لله عندي ميزه دي برضو من زمان، وطبعا تعليمات من الجهاز الفني اقف فين واستنى الكوره ازاي وكده. كابتن محمد حشيش بيقول لك منتخب القاهره فرق معاك وفتره تواجدك مع منتخب القاهره، يعني كلمني بقى على تفاصيل موضوع منتخب القاهره، واعتقد انت فتره طويله مع الكابتن محمد حشيش في منتخب القاهره. فضلت كتير قوي في منتخب القاهره من اول تجمع خالص الحمد لله لحد منتخب مصر يعني، اتعلمت كتير قوي من منتخب القاهره، ومدربين كتير عدوا علينا وتعلمت منهم حاجات جديده غير اللي بتعلمها هنا وكده الحمد لله يعني. مستنيين منك كتير يا احمد، توعد الجماهير بايه وتقول للكابتن شريف عبد المنعم والكابتن محمد حشيش اللي هم قالوا فيك شخصيه من شخصيات النادي الاهلي، توعدهم بايه؟ اوعدهم ان الشخصيه دي هتفضل فيا ان شاء الله. بشكرك يا احمد وبالتوفيق في المباراه القادمه باذن الله. شكرا. انا مستمر معاك يا كابتن اسامه ومع نجوم الاستوديو التحليلي، يعني انت عارف الفرحه بتبقى مهمه جدا، هم توأم بس احنا يعني النهارده هناخد حسام عادل، حسام قلب الدفاع الثاني اللي كان بيلعب بجوار اللاعب احمد عبدين. حسام برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، الاول طمني على ابراهيم. الحمد لله يعني ابراهيم اخويا تمام كله كويس، هو جاله شد خفيف بس اجهاد، والحمد لله يعني يرجع احسن منها ان شاء الله الماتش الجاي بقى يلعب معاه. قول لي الثنائيه بتاعتك مع احمد عبدين في قلب الدفاع، بشوف في بينكم تفاهم انسجام، انتم متعودين بتتكلموا مع بعض ولا بتبقى تعليمات من الجهاز الفني؟ الحمد لله يعني احنا انا وعبدين بنلعب مع بعض كويس، واحنا منسجمين مع بعض، وان شاء الله ناخد الدوري يعني، وان شاء الله انا وعبدين على طول يعني بنكلم بعض ومتفاهمين مع بعض، وان شاء الله نبقى على قد المسؤوليه. قول لي بقى الكابتن بيتلخبط ما بينكم في الشكل ما بين حسام وابراهيم ولا ايه الموضوع؟
هو ساعات بس بيجي يندى على ابراهيم يقول له حسام، وساعات يجي يقول لي ابراهيم، فهو بيفضل يتلخبط بين انا واخويا يعني. وساعات في حتى في المحاضره بيبقى قصدي على ابراهيم ويروح قايل حسام، فعلى طول يعني متلخبط بيننا. بيعرفكم الارقام؟ اه بيعرفنا من الرقم. وساعات يعني كابتن احمد رؤوف عرفنا وكابتن سامر يعني عرفنا، والحمد لله احنا لعبنا ماتش كويس والحمد لله كسبنا. اشكرك يا حسام وبالتوفيق باذن الله. باذن الله ان شاء الله نكسب. اخر واحد معانا بقى كابتن اسامه احمد محمد سعد، وده يعني محمد احمد سعد الشقيق الاصغر لشهاب الدين احمد، لاعب النادي الاهلي السابق وصاحب الهدف والهدف الفوز وهدف الدقيقه 90. شيبه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، تحيات الكابتن اسامه حسني، الكابتن شريف عبد المنعم، الكابتن محمد حشيش. مهم جدا ان يبقى عندي لعيب النادي الاهلي وشخصيه لعيب النادي الاهلي ان انا بلعب لاخر دقيقه. الحمد لله بشكر الكابتن اسامه والكابتن شريف وكل الموجودين في الاستوديو، والحمد لله على الفوز النهارده واللعيبه كلها رجاله، والحمد لله ده توفيق من ربنا الجون ده الحمد لله. قول لي انت نازل كبديل، الكابتن سامر عبد الرحمن قال لك ايه اهم التعليمات اللي قالها لك؟ هو الكابتن سامر والكابتن احمد رؤوف قالوا لي هتنزل وهتجيب جون ان شاء الله وانت اللي هتكسبنا، والحمد لله ربنا وفقني وجبت الجون. وصف لي بقى الجون، لان انا شفت هدوء الحارس طلع عليك، استنيت لما الحارس يعني كان عندك هدوء وعندك تركيز ان انت عايز ترقص الجون وتحطها في الشباك. هو الحمد لله انا ده اول حاجه توفيق من عند ربنا، هدف حلو وأميرنا في مهاره يعني بيمرنا على الكره دي على طول، ان احنا نقطع من قدام المدافعين وناخد الكره ونحطهم في ضهرنا ونروح للجو بس الحمد لله. وكابتن اسامه بيشيد بالهدف بيقول لك هدف حلو وهدف ملعوب وفي مهاره وفي كلام كتير جدا من الكابتن اسامه حسني. حبيبي كابتن اسامه وان شاء الله مش اخر مره يعني يستمر بقى على كده ويعرف ان كنت مبسوط ان استمر على نفس المستوى، يعرف ان الخمس دقائق 10 دقائق اتفضل كابتن شريف نزل وخلص المباراه يعني، فيستمر على هذا الاداء الجيد الحمد لله. كابتن شريف عبد المنعم بيقول لك حافظ على ادائك الجيد واعرف ان الخمس دقائق زيهم زي ال 90 دقيقه، المهم ان انت تنزل تكون مؤثر مع فريق النادي الاهلي. توعد الكابتن شريف، توعد جماهير النادي الاهلي بيه ان شاء الله يعني البطوله بتاعتنا، واوعد الكابتن شريف يعني البطوله ان شاء الله بتاعتنا، وان شاء الله كل مباراه فوز ان شاء الله يعني. باذن الله شيبه بشكرك والتوفيق في اللي جاي حبيبي. كابتن اسامه دي كانت تغطيتنا طبعا من داخل ملعب النادي الاهلي بفرع النادي الاهلي بمدينه نصر لمباراه الاهلي وانبي في بطوله الجمهوريه مواليد 2006، وفوز فريق النادي الاهلي على فريق انبي بهدفين مقابل هدف. مبروك لفريق النادي الاهلي من جديد. تعود الكلمه للكابتن اسامه حسني وضيوفي الكرام. وانا بشكرك شكرا جزيلا يا فاروق. ما شاء الله شفنا يعني في اللقاءات كلها لاعبي 2006 فعلا بيمثلوا شخصيه النادي الاهلي، كل التوفيق ليهم خلال مشوار بطولة الدوري. نروح لفاصل، وبعد الفاصل التحليل الفني مع الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن محمد حشيش. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن شريف، عايز بقى ابرز اللاعبين اللي لفتوا نظرك في فريق النادي الاهلي، حابب الجماهير تبدا تعلم معاها اسماء اللعيبه. لا هقول لك على حاجه، روح التيشيرت الاحمر موجود في الفرقه كلها. حلوه حلوه قوي الجمله دي، يعني الروح بالاداء، بتلاقي 3 4 داخلين بيعملوا ضغط اذا كان ناحيه الشمال او ناحيه اليمين، عايزين يستخلصوا الكوره، مش مدين مساحات لفرقه انبي. وارجع تاني واشكر في فرقه انبي يعني لعيبه جامده جدا، لعيبه قويه جدا، عشان الناس ما تفهمنيش غلط، بس المباراة بتخلص في الثانية الأخيرة. مباراة زي ما أنت بتقول فيها القاضية. من الطبيعي لو كان الماتش خلص 1-1 برضو، إحنا ضيعنا أجوان كتير جدا. حشيش لمس على حكاية إن ما بيبقاش فيه إضاعة للأهداف كتير مع كابتن سامر. كل واحد عارف حدوده وإمكانياته داخل، حتى البديل دخل غير مباراة بحالها. يعني بسم الله ما شاء الله بيلم الكورة وبيلف تاني يلم الكورة. عجبني قوي محمد أحمد سعد في الهدف التاني للأداء، في هدوءه كمان وفكره والمهاره، الفكر بتاعه في التعامل مع كره زي دي، وهو منه على واحد ضد واحد. وانا شفته بعد ما جه سجل مع فاروق، مش الجسم القوي خدت بالك احنا بنتكلم عنه، انما عنده بيفكرني بكابتن زيزو كده، بيفكرني بيك، عندكم تعلبه كده في الاداء خدت بالك، ما اقدرش انتظرها منه، انما هو بيعمل وبينفذ وبيعرض هدف للفوز. هارد لك لفرقه انبي الحقيقه، وبرجع وبقول انا بشكر في فرقه انبي بالاجسام الكويسه دي، وبشكر القطاع بتاع انبي انه بيعرف يعمل فرقه 2006 زي دي. نحن بعيد خالص يا كابتن اسامه عن اي حاجه ثانيه الحقيقه. اللعيبه اللي عجبتك في النادي الاهلي ما قلتليش برضو ابرز الاسماء. لا انا كل الفرقه بروحها عجبتني الحقيقه، يعني النهارده هنقول في كل فرقه يبقى فتحي مصطفى حارس المرمى، الدفاع كله كامل، حارس المرمى عبد الله طاهر، ابراهيم عادل،
يوسف اسلام، هشام مصطفى، عمار وليد، عمر سيد، يوسف سيد، حتى البديل اللي نزل محمد احمد سعد، كله زي الفل الحمد لله. تمام كابتن حشيش، لازم برضو نلقي الضوء على فريق انبي. طبعا فريق محترم ادى مباراه قويه، النادي الاهلي بيفوز في اللحظات الاخيره لكن كان ند قوي انبي. ابرز اللاعبين اللي عجبوك من انبي؟ بشكر طبعا الاول فريق انبي طبعا بالاداره بتاعته، كابتن محمد اسماعيل طبعا رئيس القطاع، وكابتن ابراهيم محمد، وطبعا كابتن سامي ندى عامل فرقه كويسه بيلعبوا كوره، وشفناهم في بدايه الماتش ما كانوش خايفين او هايبين اللقاء، بيلعبوا من اول دقيقه على ملعب النادي الاهلي مع فرقه النادي الاهلي، لعبوا كوره وبينقلوا، عندهم مجموعه من اللعيبه كويسه. وعلى فكره انبي من الانديه اللي بتبقى حريصه يا اسامه مش على ان هي تاخد بطوله، على انها تطلع لعيبه للفرقه الكبيره، وشفنا السنه اللي فاتت الفرقه الكبيره بتاعت انبي اكتر فرقه في الدوري بتلعب ناشئين. خلي بالك قطاع الناشئين بانبي بيصدر لكل الانديه في مصر. بالظبط بالظبط، واكتر فرقه فعلا السنه اللي فاتت في الدوري الممتاز لعبوا مجموعه كبيره، كابتن حلمي طولان طبعا لعب مجموعه كبيره من الناشئين، ده دليل على ان القطاع يعني في فرق كتيره على مستوى عالي. لو مسكنا فرقه انبي النهارده، من الناس اللي عجبتني علي ايهاب، ده تحت المهاجمين لعيب كويس قوي ده اللي احرز الهدف الاول لانبي، كان هدف التعادل. لعيب كويس جدا جدا، الاثنين الديفندرات كمان هارون وزيزو، لعيبه كويسه جدا. اثنين المهاجمين ابراهيم محمد وعبد الله طارق، مهاجمين كويسين حتى برغم الهدفين اللي دخلوا في حارس المرمى نور، انما هو حارس على مستوى كويس واداؤه كان كويس طول الماتش. فرقه كويسه كسبانه الماتشات بتاعتها اللي فاتت، ماشيه كويس في البطوله، ان شاء الله باذن الله يحالفهم التوفيق في المباريات القادمه. يعني عايز احلل الهدف الثاني للنادي الاهلي على طريقه القضيه ممكن. طيب الهدف الاول يا كابتن شريف، الهدف الاول لانبي هدف التعادل، عايز احلله واشوف الخطا فين. ده جه في الدقيقه 81. بص كابتن اسامه، احنا بص الهدف معانا، الهدف مش من قبل دي، احنا كان لينا هدف الناحيه الثانيه، يعني كانت هجمه لينا، لو كانت ترجمت كان بقى الهدف الثاني، انما دي تشتيته راحت استلمها علي كويس قوي، وحب يعمل مناوره، واللي ساعده فيها ان دي كانت هجمه مرتده، فما كانش فيه عدد الكافي من اللاعبين يحاول يعوض. ابص الكره من اولها اهي، لا ده لا ارجع للهدف، الهدف انبي لو سمحت، ارجع لهدف انبي ماشي، هتلاقي كانت هجمه زي دي واعده كده ان احنا ممكن نحرز فيها هدف. لا ارجع لهدف انبي لو سمحت، ارجع لهدف ده الهدف الثاني اللي احنا جبناه، ده هدف انبي يا كابتن، ده هدف. بص مفيش عدد من اللعيبه كتير، كله بيحاول يرجع ياخد يتمركز تاني. اللي حل العقده دي كلها خروج بدري لحارس المرمى وفتحي مصطفى. فتحي مصطفى مع ان فتحي كان هايل، كل كوره اللي بتشاط عليه عينه عليها كويسه، طالع واخد الكرات العاليه، حسيت ان هو سابق سنه برضو. انما تصرف كويس قوي من علي، لاعب انبي عليها، والتوغل والثقه برضو نفس الجول الثاني بتاعك، لو تشوفوا تلاقي فيه تشابه في التنفيذ، انما الحمد لله القضيه زي ما انت قلت رد عليه محمد احمد سعد، وقدر يجيب الهدف الثاني. بس انا شايف ان هدف انبي متشابه مع الهدف الثاني. هنروح لكابتن حشيش عشان يحلل هدف الثاني للنادي الاهلي عن طريق محمد احمد سعد، ولكن بعد الفاصل. من جديد كابتن حشيش، عايز اقف قدام الهدف الثاني، هدف حلو، هدف ملعوب، هدف فيه مهاره وهدف فيه هدوء في نفس الوقت. هدف اللاعب محمد احمد سعد، الهدف الثاني هدف مكسب النادي الاهلي. هو اهم حاجه فيه طبعا يعني الباصه، الرؤيه بتاعت نص الملعب انه يديله الباص الطويل واحد على واحد. اصرار بقى البديل اللي هو محمد احمد سعد ان هو ياخد الكوره، ما استناش حد يقرب له او يعطل الكره شويه على بال ما حد يجي له، هو واخد الكره ورايح عايز يرقص الراجل المدافع، وعايز يروح
يجيب جول، هدف معانا، وده في حد ذاته بص هو رايح عشان يجيب جول. طبعا خدمته التاكلنج اللي عمله نمره 5 بمدافع انبي طبعا مع الحارس، خروج الحارس طولت الكره شويه، دي ادته فرصه فيها توفيق برده كبير ان هو يقدر يحط جول فاضي. بس هو برده حتى نقطة التكمله مهمه كابتن حشيش، حضرتك بتتكلم بتقول ان هو فكر في الايه فردي في الوقت ده خلاص، طبعا طبعا مش مستني يسند على حد، عايز يروح واحد على واحد. كان بيحطها بوز رجله، كان بيحطها عايز ياخدها بوز رجله الاولانيه، راح تعادلت. المفروض دي من صفات المهاجم الكويس ان هو ياخد الكره ويروح، ما يبقاش خايف، ما يبقاش في ناس بتبقى خايفه تروح على الجون يستنى حد يبصها له، اسهل ان هو اصراره انه يروح رقص واحد على واحد ويجيب هدف. هدف الحقيقه جه في توقيت طبعا هدف المكسب طبعا بالثلاثة بونت، ده حاجه جامده جدا طبعا، تدي اللعيبه كمان ثقه خلال الفتره اللي جايه. كابتن شريف، عايز اقف قدام كلام الكابتن محمد وهبه المدير الفني لمنتخب مصر 2006، اتكلم في نقط مهمه جدا. قال حلوه جدا ان احنا نزيع المباريات على الهواء، يدي اللعيبه ثقه، يديهم خبرات، بس في نفس الوقت مش عايزين نضخم من اللعيبه، لسه لاعب صغير ولسه في بدايه المشوار. وفي نفس الوقت قالك يسمع النقد بتاعه كمان. أيوة. وهو يتفرج على نفسه. فغير بقى الحاله النفسيه المعنويه الكبيره بعد اغنيه زي دي كده بالهدفين وهما بيتفرجوا على نفسهم، بياخد احساس تاني خالص مسؤوليه انه بيتشاف على الشاشه. كابتن محمد، نعمل التوازن ازاي ده ما بين ولد صغير يشوف نفسه على الشاشه لاول مره وما بين لسه بيبتدي مشواره بعد كده؟ ما هو ده يا كابتن اسامه التطوير اللي احنا بنتكلم عنه. أيوة. ده تطوير في كل حاجه، ده انا بتكلم على التطوير، ادي احد الاشياء اللي كده بتطور فيها اللعبه كلها، بتطور فيها مصلحه محمد وهبه. منتخب مصر النهارده بيدور على الناشئين كلهم، ما بيدورش على انبي والاهلي بس، هو بيلف. صحيح. بيلف مصر كلها، يتفرج على اللعيبه كلها. عشان كده احنا لما سالناه مين اللي عجبك، لا ده لسه اول مباراه وثاني مباراه وثالث مباراه، في لعيبه كتير جدا هتلاقيها موجوده زي ما احنا اشدنا بلعيبه انبي كلها. لعيب انبي بقى لما يتحط جنب لاعب الاهلي، جنب سيراميكا، جنب كوكولا، جنب الفرق دي كلها اللي هي موجوده في المنطقه، هتدي شكل تاني بيتمناه اي حد في مصر انه يشوف الناشئين والبراعم بتوعه بهذا الشكل. فشكرا للشاشه اللي هي بتوفر الحاجات دي والاذاعات دي، واعتقد ان كل واحد هيعمل نفس الشكل. القناه الوحيده المنفرده باذاعه مباراه الناشئين. كل واحد اعتقد بعد كده اربع سنين هيفكر يعني مش من دلوقتي، خلي بالك اربع سنين طبعا الكل هيفكر دلوقتي في اذاعه، هيبقى فيه كومبيتيشن، يعني هتبقى في حاجه في صالح اللاعبين وفي صالح البراعم كلهم. فكل التوفيق بالنسبه لهم، ويا رب نكون توفقنا. الرهبه دي كمان يا شيف خلاص هتروح، هو بالتعود انه اول ماتش بس يبقى فيه رهبه، اول مره يتزع لي ماتش على الهوا انا كلاعب صغير، انما بعد كده اللعيب خلاص يعني. كابتن شريف قال نقطه مهمه جدا، قال الماتشات دي عشان اللعيبه تتعلم السلبيات. النهارده الهدف الاولاني داخل في النادي الاهلي كان هدف التعادل، كانت فرصه خطيره للنادي الاهلي، يا ريت نشوفها معانا دلوقتي يا دكروري. كانت فرصه حقيقيه للنادي الاهلي، اتردت هدف طويلة، التمركز هدف. بقى الهدف معانا، كره معانا من بدايتها يا كابتن حشيش، اتفضل. طبعا الفرصه ضايعه، فرصه سهله جدا الحقيقه، اتردت على طول بكره طويله قدام. أيوة. وده هنا يعلم. أيوة. المدافعين حاجه. أيوة. ان انت مش عشان الكوره مش عندك او في الناحيه الهجوميه الشق الهجومي بتاع فرقتك ان انت ما بتبقاش مركز. ايوه دي نقطه مهمه، لازم من اهم الحاجات يا اسامه للمدافعين انه دايما يبقى مركز والكوره مش موجوده معاه. ده درس النهارده من الكابتن محمد حشيش للمدافعين في فريق 2006. مهم قوي قوي، الكوره مش معايا او فرقتي بتهاجم، ابقى انا عيني على المنافس بتاعي واقف فين، وابقى واقف صح وابقى مركز اكتر ما تبقى كوره في رجلي، لان الكوره في رجلي هبقى عارف انا بعمل ايه، هبصيها هنا هنا، هلعبها طويل، انما وانا مش معيش الكوره وما انشغلش انا كمدافع بالهجمه قدام، ان انا بقى بتفرج زي الناس اللي بره على الهجمه، لازم انا ابقى في الملعب ومركز جدا معه واقف صح، دي بتفرق كتير قوي يعني. دي كانت من ضمن السلبيات يا كابتن شريف. السلبيه الثانيه اللي ظهرت النهارده، وهي مش سلبيه، دي حاجه ايجابيه، ان كم الفرص لاعبي النادي الاهلي ضيعوه النهارده. ازاي الكابتن سامر عبد الرحمن المدير الفني يتغلب على المشكله دي علشان بعد كده بدل ما نشوف هدفين نشوف لا 4 و5؟ هو اعتقد انه كان بيلعب النهارده بطريقه 4-3-2-1، يعني اعتقد ان كابتن سامر يبقى عنده حريه اكتر مع الناشئين في الاسلوب غير الدرجه الاولى، يعني يجرب كذا طريقه اللي فيها حاله تدوير بزياده العدد في منطقه الجزاء. يعني زي نمره 10 رايح وهو الكره اللي جت فينا جون، يا رد رايح لوحده
قاطع كره ورايح لوحده، مش شايف انا حتى حد بالعرض مكمل معاه. فاعتقد لو كان في اتنين راس حربه بيبتدي بيهم هو كان ممكن يبقى فيه مساعده ويسهل المأمورية. فالتواجد دايما في منطقه الجزاء هو الاسهل لحل عقده التهديف. ممكن يبقى فيه برضو شغل تخصصي في التدريبات، باخد المهاجمين اشتغل بيهم على الفرص من الاطراف اليمين والشمال. بعد اللي انت بتتكلم عنه ده وشفناه النهارده هيبقى عندهم ثقه. يعني احنا شايفين فرص يعني كتير للنادي الاهلي النهارده. يمكن انا شفت كتير في الهاف تايم الاولاني رغبه اللعيبه انها تخش منطقه الجزاء في الشوط الاولاني. الشوط الثاني اعتقد ان احنا بعد ما جبنا الهدف مش بنحاول نحافظ عليه. كان مفروض ان بالكرات القليله اللي جت اللي احنا كنا بنطالب انها ما تضيعش، ان يكون في الهدف الثاني والهدف الثالث. انما طول ما انت بتضيع، طول ما انت برضو في زي الفرقه الكبيره، طول ما انت كسبان 1-0 انت الماتش مش متامن خلاص. صح. يبقى لسه الجيم موجود في دي ابرز الفرص في ملخص المباراه برضو الاضاعه. هو برضو يا اسامه يعني ده من دروس فرصه ثانيه برضو فرص كتير من الدروس المستفاده النهارده بالنسبه للعيبه النادي الاهلي. ان انت دايما في المباريات القويه ما تضيعش اهداف كتير. يعني لازم تهتم بكل هدف او كل فرصه انت رايح على الجون لازم تهتم، لان مع الفرق الكبيره ما بتجيلكش يعني فرص كتير. مظبوط. انما ممكن مع المباريات المستويات الاقل ممكن تجيلك، ودي فايده الاذاعه دي بالظبط كده. يعني دي فايده اول يعني هدف. يعني برضو عمار وليد لعيب مميز قدام في ناحيه الشمال، برضو لعيب مميز اضاع فرص كتير النهارده عمار وليد. صحيح. كان ممكن صحيح. يطلع يسجل هدف وهدفين. كابتن حشيش، عجبني عبد الله طاهر الباك رايت، من احسن الناس اللي لعبوا النهارده، لعبوا ماتش كويس قوي قوي سواء في الشق الدفاعي او الهجومي، بيكمل على طول، عنده سرعات كمان عنده ميزه شفتها في كذا كوره، انه لما بيروح بالعرض وبيوصل لغايه الخط بيبص قبل ما يلعب الكوره. بيلعبها لواحد، ودي طبعا تعليمات اكيد وتدريب الكابتن سامر. بس الحقيقه كان من اللعيبه كويسه قوي. كذلك برده الطرفين الباكين عند سامر برضه لعيبه كويسه. امير علاء برضه كان من باك ليفت هايل. عنده كوره، مش مساله قوه وسرعه بس، لا عنده كوره وشارك برضه في النواحي الهجوميه. اعتقد الفرقه في بدايه الاسبوع الثالث من البطوله، اعتقد لما يعني يجي الاسبوع مثلا السادس السابع يكون في حصل انسجام اكتر ويصلح الاخطاء دي، ان شاء الله تبقى فرقه من الفرق الواعده في النادي الاهلي. وخلي بالك النهارده بالفوز الثالث على التوالي بالعلامه الكامله النهارده، النادي الاهلي يحقق العلامه الكامله 9 نقاط من 9 من 3 لقاءات. المباراه الاولى كانت الشرقيه للدخان 3-1 لصالح النادي الاهلي، المباراه الثانيه 5-1 كانت امام غزل المحله، النهارده 2-1. يعني لما بنتكلم يا كابتن شريف في 3 مباريات يعني كم هدف؟ 3-5-2 10. يعني بتتكلم النهارده في 10 اهداف في 3 اهداف تلقته من شباك النادي الاهلي، على ما اعتقد دي ارقام قياسيه. ارقام قياسيه وفي السن ده خصوصا يعني. يعني تحرز دي عدد دي نتائج في دي نتائج فرق كبيره مش 10 اهداف في 3 مباريات. والاهم من كده بقى ترتيب او توزيع الاهداف. ايوه. يعني ثلاث اهداف عمر جايب 3 اهداف لوحده، يوسف السيد جايب 2، الاهداف الثانيه متوزعه على معظم نص الملعب والاجنحه. فدي برضو بقى عنده اكتر من لعيب بيوصل للمرمى بيهدف، ودي حاجه كويسه. وبرضو اهداف النادي الاهلي 3 اهداف معدل كل مباراه تلقت شباك النادي الاهلي هدف. برضو بتلاعب فرق عندها مسؤوليات وعندها لعيبه كويسه وتفريغ يعني مش انت بس الاوحد اللي موجود في الساحه بتاعت الناشئين. المرحله دي بالتحديد 2006 دي مرحله لسه تعليم. أيوة. لسه الناس بتتعلم، بتقف ازاي، بتتحرك ازاي. عشان كده انا بقول ان وجود سامر كمدرب يعني محترف ومدرب كويس قوي بيعرف المنطقه يعني دي بتاعته بالظبط كده، يعني يرفع مستوى اللعيبه على مستوى الفردي وعلى مستوى الجماعي، وده مهم. واخيرا كابتن حشيش، رجل المباراه. هو عمر جاب جون حلو، بس في اكتر من لاعب زي ما كابتن شريف عايز واحد بس رجل المباراه النهارده في انا محمد احمد سعد. محمد احمد سعد لاعب النادي الاهلي الاحرز الهدف الاحرز هذا القضيه ممكن انا هغير عشان ما بقاش يعني يبقى في عمر سيد معوض. يبقى هنا محمد احمد سعد كابتن شريف عبد المنعم رجل المباراه، وعمر سيد معوض رجل المباراه، والباقي كلهم نجوم وكل اللعيبه النهارده اشادت. بكده وصلنا نهايه الاستوديو التحليلي النهارده لمباراه الاهلي وانبي اللي فاز فيه النادي الاهلي بثنائيه على فريق انبي المحترم.
بشكر ضيوفي الكرام، نجم الاهلي السابق كابتن شريف عبد المنعم، شرفتنا ونورتنا كابتن شريف. كابتن اسامه حشيش، شكرا. شرفتنا ونورتنا كابتن حشيش. شكرا كابتن اسامه. شكرا شكرا كابتن شريف. وبشكر حضراتكم، نتمنى كل التوفيق لاولادنا داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. نشوف حضراتكم على الف خير، واستوديو جديد من استاد الاشبال. شكرا والى اللقاء. اهلاوي.